التواصل المباشر اللي هو بين السائق او محصل الاجره وبين الركاب، هو هذا تم من خلال توزيع نشرات توعوية لنفس السائقين ومحصلين الأجور. بجزء هذا موضوع حلينا جزء منه من خلال باص عمان. اليوم باص عمان هو يعتمد الدفع الإلكتروني، فعشان هيك ما عندنا هاي المشكلة. إنما في بقية وسائط النقل العام لا، تم توعية وإرشاد للسائقين وللمحصلين الأجور بضرورة الحفاظ على النظافة الشخصية. أخي علي، موضوع مثل هذا لما بنتحدث عن آلاف وسائط النقل العام ونتحدث عن مئات الآلاف من المواطنين بشكل يومي، لابد أن يكون في موضوع من الجهتين. فأخونا المواطن اليوم عليه مسؤولية كبيرة، من أنه حتى بعد موضوع عمليات استخدام وسائط النقل العام أنه يقوم بعمليات غسل الأيدي وعمليات المحافظة على النظافة الشخصية، وأيضا المشغل نفسه اللي اليوم شغال في عمليات النقل العام. وإحنا صحيح لو وجدنا منهم تعاون متميز، يعني إحنا اليوم على تواصل مباشر مع المشغلين، منهم من أبدأ الاستعداد للقيام بعملية تعقيم ذاتي لوسائطه ومركباته، وخاصة بنتحدث عن مكاتب التاكسي الاندماج اللي يزيد عدد السيارات فيه عن 200 سيارة.